السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله بغينا في هذه الحلقة هذه نتعرفوا على التفريقة اللي غادي نديروا ما بين المقطورات. هذا هو الإخوة، نظرا يعني بعض الأسئلة اللي ترددوا عليا تيقول لي كيفاش هو الفرق ما بين يعني مقطورة ونصف مقطورة. اليوم إن شاء الله غادي نعرفوا الفرق. كما كتعرفوا معنا الاخوان يعني المقطوره هي هذه المقطوره، وهي العربه اللي كتجر بشاحنه، يعني بشاحنه كتجر بشاحنه اللي هي هذه، والمقطوره كتكون يعني واقفه على الرويد ديالها اللي تيكونوا جوج الوسط يعني مركزيه او يعني في الجانبين، اللي تيكون يعني المحور الامامي كيتحرك كما هذا اللي كيتحرك يعني كيدور مع يعني مع التيج ديالو اللي قدام اللي كيتجر به، يعني هذاك العمود اللي كيتجر به عن طريق الشاحنة، او يعني تكون ثابت، يعني كيكون محور هنا ومحور وراء او محور هنا ومحورين وراء. لذلك الاخوان كما كتشوفوا معنا هذه هي المقطورة، شوفوا مقطورة. اذا طلقناها الاخوان منها من على يعني الشاحنة، اننا قمنا بالفك ديالها من الشاحنة، كتبقى واقفة، يعني ما عندهاش شي حمولة اللي هابطة فوق الشاحنة، يعني الحمولة اللي كتحط هنايا كاملة كتحط على المقطورة، لذلك كتسمى مقطورة. هذا يعني يعني كاع الوزن ديال الحمولة اللي كتحط كتحط عليها خاصة هي على المقطورة. كما كتشوفوا معنا هنا هذا النوع ديال هذا المقطورة، هذه كتسمى مقطورة، أو كتلقاها على هذه الحالة كما قلنا، أو عندك في المركز، يعني تكون المحاور في المركز. خليكم أنا دابا نشوفوا نصف كما العادة الإخوان، هذه هي يعني نصف مقطوره، او كما كنسميو حنا سيمي غوموك. لا غوموك يعني النصف ديالها كما كتشوفوا معنا، هذا ما كتجرش. هذا هو الفرق اللي تيقولوا نصف مقطوره. مقطوره اللي هي هذيك كتجر، وهذه نصف مقطوره، يعني النصف ديالها او الثلث ديالها الامامي تيطيح على على التراكتور او القاطره اللي هي هذه من هذه الجهه كما كتشوفوا. يعني هذا هو يعني واحد يعني واحد الكميه ديال الحموله كتكون شكون اللي هزها، ماشي المقطوره اللي هزها القاطره، لذلك كنسميو حنا نصف مقطوره الاخوان. هذا هو الفرق بيناتهم، هذه كتسمى نصف مقطوره، او اي او الا كان مثلا بلاطو، مثلا عندكم في سبيل المثال يعني لوحه كما كتشوفوا، هذه لوحه يعني لوحه معدنيه كلها يعني بلاطو صافي، ماشي بضروري انه يكون نصف مقطوره اللي هي الفريغو، لا حتى هذه كتسمى نصف مقطوره. وكما كنشوفوا الاخوان يعني هذه اللي عندها الارجل كما تنقول اللي بيكي، عندها الارجل باش تعتمد عليهم، يعني وفاش تكون غدا ما كتجرش، يعني ما عندهاش الرويد تجرها، لا هذه يعني كيتم الوضع ديالها كما كتعرفوا وكما معروف عندكم، انه كيتم الوضع ديالها على القطيره، واللي هي هنا اللي تهمنا هنا حنايا هو يعني الكميه ديال الحموله اللي ما كتهزهاش المقطوره، كتهزها القطيره اللي كتعتمد على المحاور الخلفيه ديال الجر بالنسبه للقطيره. بعجاله الاخوان هذا هو هكا الاخوان تكونوا يعني عطينا واحد اللمحه بسيطه اللي هي اننا خصنا مازال نهضروا عليها بزاف ان شاء الله بالنسبه للانواع ديال نتاع المقطورات، وراه عندنا يعني في واحد الفيديو سبق وكدرتو ديال المقطورات كيفاش نهضروا عليهم والمقطورات اللي كاينين تما، فعندي في واحد الفيديو ان شاء الله دابا نحاول ندير لكم الفوق ان شاء الله باذن الله. نخليكم معنا باش ان الفيديو يكون ان شاء الله فيه جوج ديال يعني ديال المسائل اللي هضرنا عليهم، اللي هي نزيد معكم هذه المقطوره، هذه نصف المقطوره، هذه غادي نوريكم شنو هنا كما كتشوفوا معنا الاخوان، هذه واحد نصف مقطوره اللي هي جديده، ويعني حبيت انني نشارككم يعني هذه نصف مقطوره باش نتعرفوا على الحوايج اللي تزادوا فيها شي شويه. كما كتشوفوا الاخوان يعني هنايا اللي ثار الانتباه ديالي هي هذه الحامله ديال الاسلاك، لانها ممكن انها يعني كتحرك من هنا لهنا، كما كتشوفوا معايا داير لها بحال الشكل ديال يعني سكه كتمشي وتجي، هذا تنفع ان فاش تكون دير فيراجات مثلا تدور الاسلاك ما تيتجبدوش، يعني ما تيتمش النصر ديال الاسلاك، هذا فاش تدور مثلا تتكاسي ديك الجهه تجي معك هذا
تلهيها باش الاسلاك ما يبقاو يعني ما يبقاوش مزيرين. كما كتشوفوا معنا هنا هنايا راه تشوفوا معايا الهضه ديالها 2020 يعني عاد خرجت مازال جديده كما كتشوفوا الاخوان اللي كذلك بغيت كل شيء يعني باين عادي فيها ماشي شي حاجه اللي زايده من غير هذه اللي زايده كما شفتوا معايا دابا هنايا هذه اللي زايده بالنسبه ل يعني الاسلاك. وهنايا اللي بغيت نوريكم يعني بالنسبه للمحاور هنا عندنا هاد المحاور هادو يعني كيتم الرفع ديالهم كما كتشوفوا معايا هنا صافي ها هما المحاور قابلين ل يعني للرفع كما كتشوفوا للهي واللي هادوك للهي يعني نقدروا نمشيوها بجوج الخلفيين وهذه كتتم الرفع ديالها واخا كما كتشوفوا هادو ثابته هادو ثوابت هاد المحاور الخلفيه ثابته وهذا المحور الامامي يعني نقدروا اننا نهزوه كذلك الاخوان بالنسبه يعني يعني الوحدات الكهربائيه او المؤشرات الخلفيه انهم على شكل ليد يعني ماشي ما فيهمش يعني مصابيح ان هادو ديال ليد هذا هو اللي كاين اللي همني انا في هذه القطيره هذه الاخوان اللي بغيت نوريكم هي بالنسبه للاسلاك ديال الاماميه اللي كيتم يعني تتمشي وتجي هذا هو اخوان تبارك الله عليكم كنتمنى هاد يعني هاد الحلقه هذه تكون نالت الاعجاب ديالكم ويعني استفدتوا في واحد الموضوع اللي هو بسيط كنتمنى ان هاد الحلقه هذه تكون نالت الاعجاب ديالكم وتبارك الله عليكم على فرصه لاحقه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.